نسخة 29 من كأس فريق الأمم كان دون انتظارات للمنتخب التونسي اللي خيب الأمل بالخروج من الدور الأول ولم يقدر على تحقيق نتائج إيجابية على الأراضي جنوب إفريقية. وصول المنتخب التونسي بقيادة سامي طرابلسي إلى كان 2012 بالغابون غينيا الاستوائية وإلى كان 2013 بجنوب إفريقيا لم يكن بالسهولة. نصور قرطاج في تصفية كان 2012 تدرج الأخيرة وهدية من تشاد لبلوغ النهائيات. أما في تصفية كان 2013 فتجاوز المنتخب التونسي بصعوبة بعد تعادلين فريق سيراليون المتواضع. الاختيارات الفنية للمدرب سامي طرابلسي ربما لم تكن موافقة إلى جانب المردود المحير اللي قدموه اللاعبين كلف المنتخب الخروج من الدور الأول، وهي المرة السادسة اللي تعجز فيها تونس على الترجح للدور الثاني في 16 مشاركة في الكان. سجل المنتخب التونسي في هذه الكان هدفين في 3 مباريات منهم هدف على ضربة جزاء، هذا ما يعني الصعوبات اللي وجدها في الهجوم، وهي تعتبر أسوأ حصيلة عرفها المنتخب منذ دورة مالي 2002 بحيث سجل تونس 0 من الأهداف في 3 مباريات لحساب الدور الأول. الخسارة 3-0 أمام الكوت ديفوار هي الأثقل بالنسبة للمنتخب في تاريخ مشاركته في الكان، وهي نتيجة تكررت للمرة الثالثة بما أن الأولى كان ضد الكاميرون في نصف نهائي دورة 2000 والثانية ضد غينيا لحساب الدور الأول في دورة 2006 بمصر. قاد سامي طرابلسي المنتخب التونسي في كان 2012 و2013 ونتائج تعتبر غير مرضية في العموم بما أنه في 7 لقاءات حقق تونس 3 انتصارات تعادل و3 هزائم. أما في مجموعة المباريات الرسمية لسامي طرابلسي على رأس المنتخب واللي عددها 14 الحصيلة 7 انتصارات 4 تعادلات و3 هزائم.